مش هنزل في السهرة طبعا. ايوه بس تعالى عند النخلة عشان هو هيجي عليها بالصوت كده. طبعا احنا من محافظة مرسى مطروح من مدينة بواحد سيوة، بنعمل التقرير ده للأستاذ أحمد عبد الغني الملقب بمنقذ النخيل، ومعانا الأستاذ محمد عبد الله دكة، لأن الأستاذ أحمد عبد الغني عالج له من فترة نخلة بلح في ريحي يا أستاذ أحمد، فعايزينك تحكي لنا إيه اللي حصل وتعرفت على الأستاذ أحمد إزاي وعالجها لك إمتى يعني. بالنسبة للأستاذ أحمد عبد الغني عالج النخلة من سنتين تقريبا، وتمت نجاح العملية. تمام، من سنتين. وأنت تعرفت عليه كان في مؤتمر النخيل، على مؤتمر التمور. مؤتمر التمور صحيح، كان تمام. 2016 من 2016 اه عالج النخلة ومعاه المهد المقرف. حمايز المهد المقرف كان في وجود مين بقى عالجها؟ أخوي علي. أخوك علي؟ وعثمان أحمد عثمان. هو السواق. السواق بتاع الزراعة بين؟ بتاع الزراعة. باشمهندس مهدي معرف مدير الوقاية. باشمهندس مهدي معرف. عالج النخلة كمان. هو عالجها لك علاج فطري ولا بالجهاز اللي هو اللي معاه اللي بيعالج بالكهرباء نفسه؟ عالجها بالجهاز اللي معاه. بالجهاز اللي معاه. الجهاز اللي معاه. طب انت النخلة دي نوعها ايه؟ فريح. النخلة فريح. طيب الحالة كانت يعني شديدة ولا يعني كان فيها تعب بسيط او سوسة؟ هو طبعا انت يعني نسيت تقول ان هو عالجها لك من سوسة النخيل يعني. لا صراحة هي كانت الاول حالتها ايه؟ حالتها يعني متدهورة؟ متدهورة. فتم الحمد لله يعني ايه لما عالجها الجهاز بتاعه. فبقى احسن يعني. طب لما هو عالجها لك بالجهاز يعني انت قبل ما تتعرف على الاستاذ احمد الملقب زي ما قلنا حضرتك اللي بمنقذ النخيل، هل انت مثلا حاولت تعالجها بالطرق المعتاده في مصر؟ عالجناها الصراحه بالمبيدات بالحاجات ديت. عالجناها بالمبيدات بتوع الزراعه تقريبا. طبعا جربت مبيدات كتير ولا نوع معين ولا ايه؟ جربنا المبيدات اللي موجوده في الزراعه. تمام، بس جابت نتيجه، بس الجهاز احسن طبعا. جابت نتيجه.